راهي الأزمات تخلق زيادة الاضطرابات النفسية والبريسيون بسيكولوجيك. كيف واحد يتعامل معها؟ واحد يتعامل معها يلم فلوس ويحرق يمشي للحرق، واحد يتعامل معها عنف ضد النفس اللي هو الانتحار وإلا لا ميزون دونجي دو سوا، واحد يتعامل معها ك عنف ضد الآخر ويدخل حتى في دواهر مخدرات ولا يدخل هذاك باش يقول لك فما في دواهر باش يدخل في الارهاب يدخل في المخدرات يدخل في الكوميرس باراليل في الكونترا يدخل في في العنف وهذه هذايا الكل والا ميساج خلينا نمشيو في البوزيتيف والا يحاول يلقى حلول اخرى والحلول واللي ينجحوا فيها ما همش برشا. معناها هذايا شنو اللي عندنا قدمنا له نحن كمجتمع وخاطر مسؤوليه راهي كامله المجتمع كامل شنو المشروع المجتمعي اللي مقدمينه له الشاب هذا كاطراف شنو الحلمه اللي محضرينها له سي معاذ كان نسأل سؤاله وكتعدى ينابرسو قال يخي التوانسة سعادة إيه؟ بربي احنا في تونس توا نعبش نترجم يعني اللي كانت تقول فيه الأخت وسي معاذ احنا في تونس نفيقوا من الصباح وانت تسمع في الأخبار السلبية تحل راديو وتسمع أخبار سلبية حل جوهر باستثنية صباح الورد باستثنية صباح الورد تلقى هو انزلاق الدينار ماشيين النادي باريس هاو باش نطبعوا الفلوس ما فماش شهاري هذاك الواقع يا استاذ هذاك واقعنا ما هذاك واقعنا نجيبوا لكم اخبار منين هذه اخبار هذوما اخبارنا سامحني احنا عايشين وضعيه بنفسيه يا اخي كان باش نموت وقولوا لنا راكم باش تموت يا اخي شنو كل خبر تسمعوا هذا صار ما فماش خطاب واش نقول انا فماش خطاب يخرج يقول ليه راهو فما الإمكانية إنه البلاد هذه تشد الثنية فما الإمكانية راهو باش نخرجوا من عمق الزجاجة اللي ديما يتكلموا فيه فما مؤسسات الدولة عطينا من الدولة شكون يخرج يطمن الناس تعبت راهو هذا الآثار النفسية كبيرة ياسر